اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوسا نستي، اليسوسا نستي. انا سعيد ان انا اشترك وياكم في الاحتفال بهذا التذكار الجميل لخدمه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في خارج مصر. رسامه ابونا الحبيب ابونا مرقس مرقس وبدايه خدمته في ارض المهجر منذ 55 سنه علامه متميزة في تاريخ الكنيسة وامتدادها وانتشارها في دول كثيرة خارج مصر بدءا بكندا وأمريكا. والحقيقة الروح الطيبة والمحبة الفياضة اللي امتاز بيها أبونا مرقس والخدمة الطويلة والبدايات الصعبة أبونا والسيدة الفاضلة زوجته تاسوني و أبناء الأحباء بدايات كانت صعبة. وأنا أتذكر أنه لما كنت بزور كندا في عام 2014 أبونا حكينا حكايات لطيفة خالص. ففي أول مرة راح كندا ما كانش موجود في بيت ولا إمكانيات عشان يسكن، فكان في 30 أسرة في تورونتو، فعرضوا عليه أو هو عرض عليهم إن أسرة تستضيفه كل يوم. فتصور واحد كده يبتدي الخدمة يقضي كل ليلة في مكان ما وفي بيت ما ومع ناس مختلفين، لكن لأن الإنسان حمل الدعوة بصدق وبإخلاص بأمانة بمحبة، عشان كده الثمر النهاردة متزايد ومتكاثر جدا في بلاد كندا وفي بلاد أمريكا. بهني أبونا بالعمر الطويل، ربنا يبارك في عمره ويديله سنين وسنين. بنحتفل بالعيد 90 لميلاده، ربنا يبارك في صحته وفي حياته وفي سنوات العظيمة اللي خدم بيها. والحقيقة أبونا مرقس يعتبر علامة قوية جدا لبداية الكنيسة وامتدادها و ازدياد عدد الكنائس في كندا والخدمة. طبعا ازدياد الكنائس، ازدياد الأباء الكهنة، الشمامسة، الخدام، الخادمات، الأنشطة، البرامج، كل ده في حالة نمو، ودايما النمو علامة حياة. محبتي وتقديري لأبونا الحبيب أبونا مرقس ولأسرته الفاضلة ولهذه الكنيسة المباركة اللي بتعتبر لاند مارك في كندا في تورونتو، لكل الأباء الكهنة. ولو لم تكن البداية قوية وصحيحة ما كانت امتدت الشجرة وكبرت وأتت بهذه الثمار الوفير. بنشكر ربنا، الله يعطيه الصحة ويعطي الجميع المحبة والخدمة المثمرة على الدوام، ويفرحنا دائما بخدام وبخادمات وبأباء يخدمون بالروح وبالحق. ربنا يكون وياكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.